ورياضياً. فاز المنتخب الإيراني على نظيره الوليزي بهدفين دون رد في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العالم قطر 2022. وسيطر المنتخب الإيراني على مجريات المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي، إلا أن الفوز جاء متأخرا بهدفين في الدقيقتين 18 و11 من الوقت بدل الضائع. وبذلك اقتنص منتخب إيران أول 3 نقاط، فيما تجمد رصيد المنتخب الوليزي عند نقطة وحيدة.